بقى عشان الرسالة دي مهمة جدا مني أنا شخصيا. اتفضلي اقري. من مروة عبد المنعم إلى رندا البحيري. ليه يا مروة كده يا مروة؟ لا ده معلش، انا قلت لك انا في حتة بقى لازم ليه احنا عندنا بيت نتخانق فيه؟ معلش يلا اقري. جيتي فترة وقفشتي عليا قفشة غريبة جدا وبدون سبب. ده من وجهة نظري. ممكن اعرف انا عملتلك ايه؟ نتعاتب بقى، نتعاتب بقى وعلى الهوا بقى، نقفل الجواب بقى طب كده. ليه يا مروة ليه؟ اصل انا زعلانه، بتصدقي ده انا جايباك هنا عشان خاطر الجواب ده. ليه برضه انت زعلانه؟ ما انا لحد دلوقتي انا مش فاهمه انت قفشت برضه انت ليه. زعلانه؟ فهميني بقى. طيب فجاه قفشت عليا قفشه ما بتكلمنيش، وحد يجيب سيرتنا وهي لو سمحتوا ما تجيبهاش. لا ايه ده، انت كده اوفر. انا ما عملتش كده عمري. عملت ايه يا رند؟ بس بقى طب قولي لي. لينا بيت نتخانق فيه؟ لا هنا يا حبيبتي ده بيتي انا، قناه الشمس دي قناتي وبيتي، ماليش دعوه. اتفضلي. طيب عشان نفهم الناس اللي بتتفرج عشان ما يفهم فاهمه الموضوع من الاول. انا جت فتره عليا يعني ما يعني ماليش اصحاب غيرك، ما بنتقابلش يوميا ولا اسبوعيا، بس ما يعني انا قعدت سنين طويله كتير قوي يا مروه ما بدخلش حياتي حد، ومش عارفه اقرب من بنات ولا يعني ولا بنات ولا يعني فاهمه مفيش حد في حياتي قريب مني، وهي صاحبه واحده وحيده اللي دخلت حياتي طول حياتي اسمها رشا احمد عاطف من اولى تانية ابتدائي لثالثه ثانوي. تمام. وثالثه ثانوي حصلت حاجه وانا لحد النهارده هي اكتر حد حبيته في عمري كله، وببعت لها من هنا الف سلام. فانا وانتي لما قربنا من بعض من يعني احنا طبعا نعرف بعض من احنا صغيرين جدا يعني، بس رجعنا قربنا قوي لما كبرنا. فكنت حاسه بقى ان انا عارفه يعني ما اعرفش، ممكن ساعات انا ببقى اوفر شويه في احاسيسي تجاه ايوه الشخص. انا عملت ايه عشان تقفشي؟ ما انا مش فاهمه لحد دلوقتي. هقولك احنا انتي كنت طالعه، انا برضه عشان سهير ما تزعلش فانا عايزه افهم الموضوع بالراحه. سهير جوده جميله حبيبه قلبي روح قلبي، انا بحبها جدا وشخص طيب ومن الطف الناس ومتواضعه قوي وبتحب الناس كلها بجد من قلبها. فانت كنت طالعه مع سهير وبعدين بتسالك بتقول لك انت ورندا ومش عارفه ايه وكده ومين مش عارفه ايه، فانت رديتي عليها وقلت لها انا مش فاكره دلوقتي الرد، بس انا ساعتها يعني ايه يعني كنت فاكراه. انت رديتي عليها قلت لها انا مش عارف حاجه كده، عارفه اللي هو عديتي الموضوع. وبعدين فرحت هي قالت لك ما بقيتوش يعني تظهروا مع بعض. فانا تخيلت انت انا عماله اعمل كده، انا بتفرج على حلقتك لانها حلقتك، فانا مش متخيله ان سيرتي جت جوه، انا بتفرج على حلقه من اولها لاخرها عادي زي اي مشاهد. فلقيتها فانت مش عارفه قلت ايه كده. وبعدين راحت قالت لك مين اصحابك في الوسط الفني، رحت قلتي احمد زاهر، وبعدين كملتي ناس تانية. حسيت ان انا يا اما انت كنت بتعدي كلام سهير، وبعدين سهير نفسها حسيت ان في فايب غريبه حصلت، هي قالت لك هو انتوا ما بقيتوش بتتقابلوا او ما بقيتوش بتشوفوا بعض زي الاول. عارفه يعني انا لما بص انا بحب حد بغير عليه قوي قوي يعني، ممكن مثلا ابقى يعني اللي هو لا يعني مروه صاحبتي انا والله ما بهزر. فانا ده اللي انا حسيته ساعتها. انا هقوم يا اختي اصلح، انا هروح اصلح صاحبتي اللي زعلت مني يا اختي. استني الميه. اي نعم اي نعم كلمت اقول. لا انا كلمت سهير. سهير وانت بتجيبي سيرتي ليه؟ انا ما بجيبوش سيرتي تاني، انا مش عارفه ايه. انا ما قلتهاش كده مبدئيا برضو، انت اوفر عشان سهير استحاله تكون قالت كده. انا كلمت سهير قلت لها يا سهير انت ايه صيغه السؤال خلت مروه تضطر ترد كده، انت بتقولي لها انتوا ما بقيتوش تتقابلوا، فهي البنت اتلخبطت راحت قالت. عارفه انا برضو بدافع عنك يعني زعلانه منك. ادافع بقى انا عن نفسي. ادافع عن نفسي. معلوماتك عن مروه عبد المنعم اللي هي صاحبتك قوي، هل انا مثلا ببقى قصده ان انا يعني اخبي السؤال ده واعديه، ولا انا الشخصيه
ابسط مما اي أيوة حد ممكن. ايوه انا مش كده اصحاب، انت لو مش بسيطه مش هنبقى اصحاب. انا في دماغ، انا مش فاكره طبعا اي حاجه من اللي حصل دي ولا في دماغي بتاع، بس يعني الدنيا ما عارفه ان انا ورندا صحاب يعني. فلما تقولي مين صحابك او يعني انا اقصد مين تاني. ايوه فاهماني. أيوة. لكن انا لا في دماغ، وانا مش بتاعت ان انا لا مشاكل ولا بتخانق مع اصحابي، بالعكس بحبك جدا. بس استغربت وبعدين بكلمك ما بترديش بس، فانا قلت بقى احنا عطايه. يا نار ابيض والله العظيم، يا نار عطايه. احنا نراجع الحلقه السوير. انا هراجع الحلقه واشوف انا قلت ايه. والله العظيم انت مش متخيله. حتى اقول لك، ولا لما اتكلمنا بقى واتقابلنا بعدها قلت لك لا يا صالحتك انت قلتي كذا يا ماما. انا صالحتك في العيد، بعت لك رساله ما كانتش راضيه تكلمني خالص، وفي العيد بعت لها رساله لقيتها قالت لي انا كنت مستنيه رسالتك دي. ايوه قلت لك كده صح. طيب ندخل على